شوفي، اول حاجه داك الموضوع ديال الامل صقر ومسلم، صراحه انا ما سوقيش فيه وما عنديش الحق ندخل في حياه الناس، ولكن انا نعطي يعني الراي ديالي. شوفي، انا بعدا كاميرا ما نقدرش نكون مع شي واحد متزوج ياك، وفي نفس الوقت ما تعرفش شنو داير ما بين جوج، ما تعرفش يعني دوك ثلاثه ما عرفناش شنو داير بيناتهم، زوجات مسلم ومسلم وامل صقر، يعني ما عرفناش حنا شنو داير بيناتهم. ولكن يعني بغيت نقول مسلم، شوف يعني الشرع، يعني الله سبحانه وتعالى والدين ديالنا حلل الاربعه ياك، يعني ما يمكنش انت تبني السعاده ديالك على تعاسات الاخرين. الزوجه ديالك ضحات معاك واكثر من 11 سنه وهي معاك، يعني دارت معاك وليدات وكبرات معاك وليدات، منين يعني منين قصدك الله وبغيتي يعني تزيد الثانيه، ماشي ترماها هي للزنقه وتزوج. الشرع راه حلل الاربعه، يعني خليهم بجوج. ما عرفتش المشاعر ديال ديك السيده، حشومه صراحه. في حطات فيديو حبيبي تاج راسي، انا بالنسبه لي داكشي ديال الدراري الصغار يعني هما بعقلهم فايتين 30 ناس، كنظن هذا الشيء اللي داروا ديال الناس مراهقين. انت شايفه واحد الانسانه مجروحه خرجت بلقاء صحفي يعني مضره وتنوضي تحطي الفيديو وهو كيقول حبيبتي تاج راسي، يعني هذا الشيء ديال الدراري الصغار والله. وشوفي ديك السيده، كوني اكيد ربي غيعوضها بكل ما هو خير. في واحد المستوى كانوا كيبانوا يعني بعقلهم ومرزنين لا انا ما عجبني الصراحه داكشي اللي داروا، وماشي سوقي صراحه.